إيش السؤال هذا؟ هل يكفي ذلك؟ نقول لا. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فذكر المسألة الثانية أنه ذكر التمسك بكتاب الله وبالسنن، ذكر التمسك بكتاب الله والسنن، هل يكفي ذلك؟ إيش السؤال هذا؟ هل يكفي ذلك؟ نقول لا، لابد أن تتقيد في عملك وفي فهمك للكتاب والسنة بما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب ليش الشيخ قال بس كتاب الله والسنن؟ ليش؟ أقول لأن التمسك بالكتاب الله وبالسنن فيه الدعوة إلى الرجوع إلى سبيل المؤمنين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلابد في فهمك للكتاب والسنة أن تسير على سبيل المؤمنين. وفي السنة جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه وأصحابي. فإذا أنت تمسكت بكتاب الله وبالسنن ستجد في كتاب الله وفي السنن الدلالة على الرجوع إلى فهم السلف الصالح واتباعه والتزامه والتمسك به. واضح الكلام؟ ها؟ المسألة الثالثة الآن أنا بدي أرد على المسألة الثانية. أقول يا شيخ، الشيخ قال واتبع الهدى، اتباع الهدى يقتضي اتباع السلف الصالح. أقول لابد من التوضيح كما ذكرناه في المسألة الثانية حتى يفهم الطالب أن القضية ليست مجرد تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. تعلمون أن الفرق والجماعات كلهم يدعي التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، لكن المفرق الحد الفاصل بين أهل السنة وبينهم أنهم يلتزمون في فهم الكتاب والسنة بما جاء عن السلف، أما أولئك لا. فالصوفية يقولون على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة على ضوء الإلهام والمكاشفات، حدثني قلبي عن ربي. ويعير أهل السنة يقول علمكم ميت عن ميت، أما علمنا عن الحي الذي لا يموت. أما المعتزلة يقولون كتاب وسنة، لكنهم يقولون نتقيد في فهمهما بالعقل وباللغة لا بما جاء عن السلف الصالح. أما الشيعة بكل فرقها يقولون كتاب وسنة، لكنهم يلتزمون في الفهم بما جاء عن آل البيت ويطعنون في غير ذلك. وهكذا ما تأتي إلى طائفة من الطوائف إلا ولها في مصدر التلقي قيد تخالف فيه طريقة أهل السنة والجماعة في الالتزام بفهم السلف الصالح.